قوية من القضاء الفرنسي وانتكاسة قانونية جديدة للبوليزاريو. محكمة تراسكون أصدرت أمس حكما قضائيا يجهض مناورات النقابة الفلاحية كونفدراسيون بيزان، وهي منظمة نقابية فرنسية وظفت قضائيا ضد الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الإجراء الذي رفعته النقابة يعتزم فرض منع على شركة إيديل، الشركة الفرنسية المتخصصة في تسويق الفواكه والخضروات من المغرب بما في ذلك من الأقاليم الجنوبية، من توزيع منتجاتها وإدانتها أمام القضاء. كانت تطلب غرامات وتعويضات عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها. هي انتكاسة قانونية فرنسية جديدة بعد أسابيع قليلة من تلك التي فرضتها المحكمة العليا في لندن على أنصار البوليزاريو في المملكة المتحدة. فكيف نقرأ دلالات وأبعاد هذا الحكم القضائي؟ من الرباط يعلق زكريا أبو ذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس. هذه محاولات يائسة ستتكرر، لأنه إشكال مطروح على مستوى أولا نفض الغبار، على أولا من له الحق في إدخال أو في إدراج طلبات قضائية لدى محاكم سواء كانت دولية أم وطنية، سؤال مطروح. ثانيا، نحن نعلم على أنه البوليساريو ومن معها يعملون من أجل أن يستعينوا ببعض المنظمات غير الحكومية لتشويش على المبادرات المغربية وعلى الشراكة المغربية الأوروبية. ينبغي أن نحدد المصطلحات. بالنسبة للقضاء الفرنسي، اعتبر على أنه شكلا وحتى في المضمون لم يدخل في نقاش متعلق بأحقية كونفدراليات مغربية أو المغرب بصفة عامة لتصدير منتوجات، وبالتالي هذه محاولات كما قلت في الأول يائسة من أجل التشويش على المبادرات الصادرة من المغرب من أجل ترسيخ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأنه في آخر المطاف الشراكة يستفيد منها سكان أقاليم الجنوبية المغربية. ومرة أخرى ينبغي دائما تصدي لمثل هذه المناورات لسدها بشكل نهائي، وأيضا هذا يشكل بالنسبة لنا ربحا، لأنه من ناحية الجهاد القضائي كتولي بحال ما يسمى بإنكوتوم، ممارسة دولية سوف يستفيد منها محاكم أخرى لسد الطريق على مثل هذه المناورات البائسة.